ابني فوق بقى يا ابني، فوق لمصلحتك، فوق لمذاكرتك، فوق انك تصاحب الناس اللي بتشدك في الدنيا والدين، فوق لانك انت تعرف تصاحب مين ومين اللي هيفيدك في طريق دنيتك ودينك، فوق يا ابني لشغلك، فوق يا ابني لبر امك وابوك. ما تستناش لما المكتب يتوضب، او انك تجيب كرسي جديد، او انك تكتب بالقلم اللي انت بتحبه، او انك تبتدي في مواعيد تقبل اسم على 60، او انك تستنى لحد ما الساعه 9 تيجي عشان تبدا اي حاجه في حياتك. ابدا، لانك لا هتصحصح ولا هتركز، ولان الظروف المثاليه عمرها ما هتيجي. اتحرك، ابدا يا حبيبي، ابدا يا بابا. انت ليه مستني حد يدعمك؟ يا تنجح لوحدك يا ولا، يا ياض واقف على رجلك لوحدك، ما حدش هيساعدك، عشان يوم ما هيساعدك يجي يقولك انا اللي عملتك. اعمل نفسك برجلك، لان كل الناس هتطلع تقولك وحش، كله في البدايه يقولك وحش، ما حدش هيقولك غير لما توصل. هخسر، بس اتعلم بعد كده، هخسر الماتش ده اكسب الماتش الجاي، هخسر الماتش الجاي ايه المشكله، هتعلم برضو في الماتش الجاي واكسب الماتش اللي بعده، هخسر الماتش اللي بعده ايه المشكله. ما انا قصدي ما عنديش حل تاني، انا جاي اعيش، انا ما عنديش رفاهيه ان انا اعيط، ما عنديش رفاهيه ان انا اشتكي، ما عنديش رفاهيه ان انا اقف اقول لا ده ظلموني، ما عنديش رفاهيه ان انا اشتكي بالقانون، ما عنديش رفاهيه لاي حاجه. انا اتعلمت ان انا اخد حق ايدي منين، من السنين اللي انا كنت بدشمل فيها. اي حاجه انت خايف منها عشان تكتسب كنز الشجاعه، هاجم الخوف لاخره.